أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود النبت مني أنا بنار كويت أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود النبت مني أنا نار كويت بيكفي هالجرح تجري من حق المقهور يصيح حاسه رح ينفلع نصين. انت تقلت العيار ليلة امبارح وما وصلت لنتيجة. بدنا النتيجة نوار. اشرب قهوتك بتصحصح، هلا بيفتح مخك. ولك اذا انا وعم صف سكر امبارح ما فتح، هلا بدك اياه يفتح ولا نص نايم؟ هلا اشرب قهوتك والبيس منزل معي على الشركة، وإذا بالشركة ما بخلي مخك يضرب شمال ويمين ما بيكون اسمي نوار. ولك ما بدي مخي ينضرب على قامته، بدي اياه لي حل. لك هلا نحن ما اتفقنا انه طالما ما بده يودي على حاله بدنا نخليه غصب عنه يودي؟ ولك ايه بس كيف؟ شو وين الربيع؟ بالمطبخ. فهمتيها شو تطبخ؟ ايه فهمتك، بس سألتني سؤال، قال تسلق الخروف كله؟ يا الله، لك عم قلته معقولة؟ فهمية تساوي الخروف كله وبدها تساوي يكون أطيب أكل أكلتها بحياتي. فهمت شو؟ بدها تبيض وشي. لا بعرف بدها تسود وشي، بعرف. ومن غير شر أنت وين رايح؟ أولا بدي مر على المصنع، بعدين بدي مر على الصالحية. تعرفي يا أم يوسف، جاي على بالي اليوم اشتري بدلة ما حدا لبس مثلها بالعالم كله. ليش أنت إمتى بتلبس شيء الناس بتلبسه؟ أنت تعيش وتلبس. لك تسلميلي أنت، اليوم بدل بدلة بدي اشتري بدلتين وقميصين وكرافتين ما بعرف شو كمان. يوسف مو لازمك شيء؟ أنا لازمني تدير بالك على حالك وتضل هيك على طول مبسوط. طيب شو رأيك بفستان ديكولتي؟
صباح الخير. صباح الخيرات. كيفك سيد سامر؟ أهلين جار. هذول شوية مساطر من النوفوتيل اللي عندي. ماما موصيتك عليهم؟ لا، هذول عم وزعهم على الجيران مجانا مشان يعرفوا شو عندي بضاعة بالمحل. أيوة، شكرا. سيد سامر، يا ريت تشرفنا بزيارة لعندي على المحل. هو صاير بالشارع اللي أفانا. إن شاء الله متشرف جار، يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا أنا عم دق الباب، لا تطلع لي أنت. صار له زمان فاتح نوفوتي؟ هي أول مرة بعرف إنه جارنا عنده نوفوتي. بس بتعرفي؟ كأنها بضاعة مرتبة؟ وغالية كتير. هي بس ما بتعرفيها حتى تشوفيها. ما بدي هالشوفي، أنا بنزل على سوق الحميدية وبشتري كل أغراضي. ماما الله يرضى عليك، انزل وجيب لي أغراضي مشان المطبخ. إيه ماما؟ هلا بابا ما ترك عنوان الأوتيل اللي نازل فيه؟ لا ما ترك شيء. يعني إمتى ممكن نوقع العقد ونستلم البيت؟ ماشي، اليوم بعد ما يخلص دوامي بمروا لعندك على المكتب. كيف؟ إيه؟ طيب قبل ما يخلص الدوام بكون عندك. تكرم الله معك. ليش النشافي؟ أهلا. إجا صاحب البيت من السفر. ويجي شو بدي أعمل له؟ اتفقت أنا وصاحب المكتب أن نمر لعنده بين الوحدة ونص والتنتين، يعني لازم نفركه قبل ما ينتهي الدوام شي ساعة زمان. بقى شو رأيك؟ ما بدك تروح تشوف البيت والفرش اللي فيه؟ بلكي ما عجبك. لا بدي أشوف البيت ولا بدي أشوفك. وإذا سمحت ممكن ترجع على مكتبك؟ لأنه الحكي كتران علينا بالدائرة. ويا ستي يكتر، بكرة كلهم راح يخرسوا لما بتصيري حرم الأستاذ عصام. عم تحلم. هلأ إذا عجبك البيت اليوم نكتب العقد وبكرة على الفراغة دغري. عصام لو سمحت. وإذا استلمنا البيت بكرة إمتى فكرك منعمل كتب الكتاب والعرس؟ بتريدني أنا اللي أطلع من المكتب؟ بريدك تروحي معي نكتب عقد البيع سوا. سوا؟ رح اكتب البيت والعفش باسمي واسمك، النص بالنص، بظن انه هذا عدل. لا مو عدل. هلا بتعرفي قديش رح ادفع حق البيت والفرش اللي فيه؟ قد ما دفعت. يعني شو؟ أميرة، أنت بتعرفي انه حق البيت اللي رح ادفعه هو هذا كل شيء بحتكم عليه هلا؟ والمصاري اللي رح يزيدوا يا دوب يكفونا شهر عسل ونسريات. عصام خليني كمل. أنا وقت بكتب لك نص البيت والفرش اللي فيه لأني بحبك وما بدي اياكي تزعلي. مو لأني معتبر إنه هذا حقك. بقى إذا كنتي مصرة الله يخليكي، خلينا من أول الطريق ولا من آخره. شو يعني؟ يعني أنت بحالك وأنا بحالي. بحبك شو أعمل؟ هالقصة هي روق يا حبيبي. لك شو روق وما روق؟ نشفتيلي دمي. المهم هلا منحاول ننزله بالسهر شوي. بتعرف أنا كتير مبسوطة لأنك شغلت عقلك مو قلبك، يعني لو غير هيك كنا خسرنا بعض. بس أنا شغلت قلبي مو شغلت عقلي. طيب حبيبي روح على مكتبك هلا. لك إمتى بدي روح وطلبك من أهلك بقى؟ بعد الفراغ. خلص. ما يبقى لدين. شرفتي مدام. رايف اطلع رشي لك شوية مي برا. أرونا مين معي؟ ما تواخذيني مشان الله، بس ما عرفت صوتك أول شيء. شكرا على الأغراض اللي بعتهم. ولو يا أم سامر واجبنا، بس بصراحة أنا كنت متأمل أشوف هالوش الحلو، بس شو بدنا نساوي؟ نصيب. المهم هلا كيفك أنت؟ الحمد لله، بس هدول الغراض بدي ابعت لك حقهم. الله يسامحك، ليش كم ام سامر عنا؟ ما بصير.
شو بدي لك شو بدي لك؟ امبارح شفت ابو سامر طالع من البيت وحامل شنطتين كبار، شو مسافر من غير شهر؟ على طول. شلون يعني على طول؟ يعني ترك البيت. شو يعني؟ طلقته؟ اي نعم. يه 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 على الخبرية. نصيب. طيب ليش؟ ما عاد في تفاهم بيناتنا. معك حق. وقت ما بيكون في تفاهم الانفصال هو الحل الوحيد. ماشي. يلا خاطرك. استني شوي استني شوي. انت المرة الماضية حتى الكازوزة ما شربتيها. بصير هي؟ انا اسفة. هلأ ما بقدر اطلع من البيت لحتى تخلص العدة. شو هالحكي؟ طيب والشموع اللي عندي لمين بدي شعلهم؟ ايه لا تشعلها. لحظة لحظة اساسي هان دقيقة. ام سامر ما تواخذيني بس بدي اطلب منك طلب. في مجال تسمعيني صوتك كل يوم ولو ثواني؟ سكرتي بوشي؟ رح يجي يوم ما تقدري تسكري فيه بنوب. تفضلي تفضلي اساسي هان ما تواخذيني بس كنت عم بحكي مع تاجر جملة. تفضلي اهلا وسهلا. لينا شو بكي ماما؟ ما كتبت ولا كلمة، قدمت الورقة بيضة، حاولت الأنسة تساعدها، هي ما رضيت، قال أنا بدي أرسب. يا ضياء تعبت معها أنت ونوال. لينا فيها شي يا ماما، مو طبيعية بنوب. معناتها رجعوا أبوها وأمها يتخانقوا. أكيد. يعني حكت لك؟ ولا كلمة، ولا نص كلمة، لا نحن رايحين على المدرسة ولا نحن راجعين منها. بتعرفوا أنا نازلة عند أمها. وأنا نازلة معك. حطوا وين مكان؟ حطوا الخشن هون. حطوا مكان هون. يعطيك العافية. شو خير؟ شو شاري؟ قلت أربعة قومة وست سبع أنصان وكمشة كرافتات وشوية أنصان داخلية وشوية جرابات ويعني التشكيلة. هلأ كلهم اشتريتهم دفعة واحدة؟ شو أنا كل يوم بدي أنزل على السوق؟ هي نزلة واحدة من السنة للسنة. إن شاء الله تهريهم بالعافية والهنا. الله يسلمك خليك يا رب. أم ربيع؟ يا أم ربيع؟ المسكينة ما هديت اليوم. ايه طبعا. نعم ابو نزار. شو صار الغداء؟ نص ساعة بيكون جاهز. عظيم. طلقته؟ هذا اللي صار يا عم يزن. مشان هيك بنتك لينا الله يسامحكم. يعني ما عرفتوا تأجلوا هالشغلة لبين ما تخلص فحصها؟ الأفندي حكم رأيه نخلص هلأ. يعني ما كان في حل تاني غير الطلاق؟ لا تاني ولا تالت. هيك أحسن يا أم يزن، أحسن إلي وإله وللولاد. للولاد كمان؟ شو رأيك؟ هذا إلي؟ كان إلي؟ يا إلهي شو مزوة. بس ليش هيك مغلب حالك؟ شو مغلب حالي ما مغلب حالي؟ شوفي ما احلى عليكي. هلا هذا بتلبسيه اليوم لما بيجوا لعنا الضيوف. معقوله يا ابو نزار وحده شغاله عندك تلبس هالفستان قدام الضيوف؟ ام يوسف كم مره قلت لك لا تقولي شغاله، فهمتي؟ اليوم بتلبسيه وبتقعدي بتتغدي معنا. انا اتغدى مع رجال؟ مع رجال؟ لك ما بتقعدي بتتغدي معي، مو انا رجال كمان؟ بلا، لانه انت غير شكل، انت سيدي وتاج راسي. سكي سيدي وسيدك الله. سكي هذا كمان إلي. إلي أنا؟ أوام طبيهم قبل ما يجوا فيهم. خلي لي حلوين بس. يا عليكي ما أحلاكي. يا والله لو بنفع ما بتجوز غيرك. أمانة بتجي تسهري عنا شي يوم إن شاء الله.
يلا ماما انا نازله اجيب الكلف والخيطان. اوام يلا خاطرك ام سامر. الله معي. يلا خاطرك خالي. لحظه عاوزتك بدي اسالك سؤال. تفضلي. انت بتشتري اغراض الخياطه من نظرتي الامل مو هيك؟ ايه من جديد. كيف لقيتي لي صاحب النوفوتي؟ رامز؟ يعني آدمي مو آدمي؟ ما بعرف يعني ما شفت منه غير كل خير. يعني مثلا ما شفتي ببصبيس أو بيحكي معك أو مع غيرك يعني كلام هيك وهيك؟ أبدا. ليش في شي؟ بصراحة يعني أنا لاحظت إنه عيونه زايغة. شلون يعني زايغة؟ يعني بيحب يطقحنك مع البنات. بقى ديري بالك منه، انتي لساتك صغيرة وحلوة ما شاء الله حولك. أنا آسفة بس حبيت حذرك لأنه رجال هالأيام مالن أمان وخاصة اللي بيشتغلوا بهيك محلات. وأنا شو بدي منه؟ عم اشتري أغراضي وامشي. ايه خلص هيك طمنتيني عليكي. شكرا خالي. بالإذن. الله معك. كانت رايحة عن نوفوتي، ليش غيرت رأيها؟ بقى ديري بالك مني، انتي لساتك صغيرة وحلوة ما شاء الله حولك. يا سيدي اكيد رح ينجلط اذا شافنا هلا. قصدك اذا شافك لانه شوفتك لحالك تجلط. ما فشلت، شوفتي بتجنن منك. هلا لنشوف. سامر هون؟ مين قله؟ رفقاته عماد والشلة. لحظة. لك على هاي مو أخته لسامر الصغيرة؟ أكيد لأنه ما عندهم غيرها. معقول شو كبرانة وعلي هادي؟ لك هاي هي مدام عيب؟ شو حكينا؟ شباب مفاجأة ها؟ يا ميت أهلا وسهلا بالشباب. لك احلى ابو سمره ان شاء الله. الف مبروك البيت. الله يبارك فيك. شلون صار حتى شفناكم؟ قلنا من نروح على الصاله بنمرق بناخذك. والله انا كمان جاي على بالي كثير اروح على الصاله ضايق خلقي. اهلا وسهلا. اهلين مدام. اهلين مرحبين. عفوا اهلين. مين هذول رفقاتي؟ ادهم وزهدي وعماد. تفضل ارتاح ارتاح. وهي اختي لينا احلى اخت بالدنيا كلها. الله يخليكم. الله يخليكم لبعض. الله يخليكم لبعض. اهلين خالد. عن اذنكم البيت بيتكم. سامر تفضلوا. ما بتريح ابدا. ليش شو شفتي منه؟ يعني بدي استنى لحتى اشوف منه. ما ارتحت لهم ما بكفي. امي هدول رفقاتي. ايه وما حبيتهم؟ امي بتلاقيها حلوه انا اروح زورهم ببيتهم هن ما يزوروني. تزورهم ببيتهم تصطفل منك الهم، بس عنا هون بالبيت لا. امي البيت بيتي. اسف عن جد اسف. بيت بيتك؟ امي الله يخليك. آسف يا الله مينا فنجانين شاي بديك الحلوين. آسف.
ميوشيل؟ نعم. شو رأيك نتغدى هون ولا برا الجنينة؟ إذا كانوا كتار أنا بفضل بجنينة لأنه هاي الطاولة صغيرة. يعني هن مو كتار كتار. ليش مو نفس الموظفين اللي كانوا هديك المرة؟ يعني هن مو كلهم كلهم. لكن ليش خليتنا نسلق الخروف كله؟ أنا جاي على بالي آكل. أنت؟ ليش أنت بيواتيك الدسان؟ لا هو أنا ما بيواتيني بس هن بيحبوا الخواريف كتير. بعدين أنت شو دخلك بهالقصة هاي؟ خلص عم بقلك جهزي الطاولة برا يعني جهزي الطاولة برا. أبي يوسف. نعم. فكي هالعقدة والله يطعمك تزعلي مني. فهمتي؟ يعطيك العافية. ميرسي أستاذ. هي بسام أخي لا تزعلوا رعبه. شلون بدي رعبه؟ ايه رعبة واحدة مرتبة بتقضي عليه، بعدين مثل ما قلت شو لازم ياخذ عمره وعمر غيره؟ بعدين الرعبة ممكن تعمل معه يرقان. إذا ما مات بهي، بيموت بهي. طيب فهمت بس كيف بدي رعبه إذا ما عاد حسن تفوت على البيت؟ هلا أنت ما قلت إنه مفاتيح البيت معك؟ قصدك شباك خفت؟ بعدين يلي برتاحي بيموت بالسكتة القلبية، صح؟ ايه ايه صحيح. معناتها لازم فوت لعنده على البيت وهو نايم بالليل ما هيك؟ بس أهم شي ما حدا يحس عليك من أهل البيت. لا ما حدا رح يحس علي. ليش مين في بالبيت غير أم يوسف؟ ولك أم يوسف إذا سمعت صوت غريب بالليل بتموت رعبة. بس وينك؟ أنا لا دخلني ولا خرجني ها؟ لا عمي لا دخلك ولا خرجك. هلا قلي بس أنت مطول هون. قاعدين حاجة أسمرة. لك أحلى أخي أبو سمرة. أنا بالشغل لحظة شوي. ماما بدك شيء؟ بدك تطول؟ لا إن شاء الله ما بتأخر. شرف. يلا يلا تفضل. شري شري شامل. ما رح أقدر أطول معك كثير اليوم. بدي أروح زور عمي. كم يوم صار لي ما شفتك؟ استلمت الشغل؟ لسه ما صرنا أول الشهر. نفس المطعم؟ بنفس المطعم. معلم؟ شو بتشربي؟ باخذ عصير بردقان. اثنين بردقان. قولي لي، إمتى بتحبي نجي أنا وأبي لعندكم على البيت؟ اليوم تنين، الخميس منيح؟ لا. لا. أنا بقول لك إمتى تجو. ليش شو صاير؟ وضع أهلي هلأ مو مناسب. أخي بسام تخانق مع بابا وترك البيت، وأبي أمي حالتهم النفسية كتير تعبانة. ليكون في شي تاني؟ لا والله. بعدين أنا حابة أضمن إنه ماما تكون معنا 100%. أنا حكيت معها بالموضوع بس الوضع اللي صاير عنا بالبيت ما خلاني أكمل، وبنفس الوقت بدي أطمن على بسام. شامل صدقني ما في شي جديد، بس أنا حابة أضمن إنه إذا أجا أبوك لعنا ما يطلع زعلان. يعني أمك أكيد فيها تساعدنا؟ إذا اقتنعت بالكلام اللي رح قلها يا رح تساعدنا، وأنا متأكدة إنها رح تقتنع. شكرا. لك شبك قاعد مثل المحرقص. شبك؟ حرقص؟ إيه لأنه كل دقيقة عم تطلع الساعة. اطمن ما صارت الساعة 4. لا صارت الساعة 4 يا زكية. شفتي شلون؟ افتحي الباب. أهلا. يا أهلا وسهلا أهلي. تفضلوا أهلا وسهلا. بزمتك يا يوسف، في أحلى من هيك مفاجأة؟ تعي حبيب عمو. كيف هيك كيف؟ شو كيف هيك؟ رحت لعند أبي بيزن وعزمتهم على الغداء ومو طالعين من هون جكارة فيكي إلا ما يتعشوا. تسلم تسلم يا أبو نزار الله يخليك. أم يزن بدي أشكي لك على أم يوسف. ترى أم يوسف بتحبه لجوزك محبة مو طبيعية، بدك تديري بالك منها. ها هات عنك أخي مشان ضرب. لا هاي حصتي ما بعطيك إياها. لا يمكن أبدا. لا لا بس أنتوا أكيد جوعانين. بس شوفوا قبل الأكل في شغلة بدي أطمن عليها. بدي أحكي معك كلمتين على جنب أخي. هلا قبل ما تحكي معي وأحكي معك بدي البنات يطلعوا معي. تعوا يا بنات حقوني. تعوا أم يوسف تعي معنا. يلا.
100,000. ليش بقى؟ صدقني رح يزعل، مالك شايفه كيف فرحان فينا؟ برضاي عليك لا تجيب سيرتهم. أم يزن بترجاكي لا تتدخلي، هاي شغلة بيني وبين أخي. طيب الله يوفقك، أجلها غير يوم. هيك شغلة ما بتتأجل، ما بتتأجل. أبو سمرة، بصراحة أنا بقول لك شغلة يعني، أنا غلطان إنه ما حبيتك من البداية. بس بتعرف إنك أنت شب طيب وأنا بعطس فيك. ولو نحن أخوة يا أدهم. آه أنت قلتها من هون ورايح تعتبرني مثل أخوك الصغير. بس أنت أكبر مني. أنا ما عم بحكي على السن، عم بحكي على القدر. لك شو بكون؟ قربوا. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. ارتحتي هلا؟ ارتحت مع أنك عملت اللي بدك إياه. المهم المهم تروح على حمد تطلبني من أهلي اليوم قبل بكرة. اليوم ما بلحق، بكرة. بس عمل لهم تليفون قبل ما تروح. طيب بس أوصل على الأوتيل بتصل فيه. أهم شيء إنه القياسات طلعوا صح. صحيح كيف هيك؟ إيه والله والله تقول كأنك أخذهم معك على السوق. طبعاً يا أم يوسف، بعد العمر صار في عندي عين قوية وملاحظة وبتحفظ. إيه طول عمرك. تعرف بابا إنه شاري لكل وحدة فستان غير اللي لابسينه؟ بس أنا شاري لي ثلاثة غير هاد. لك دخيلهم أنا القطعية، بتعرفي ليش؟ لأنك أنت إلا عن وحدة بيناتهم. وأنت كمان مرت أخي ما نسيتي؟ أنا كمان. ليش هيك عملت يا أخي؟ يا أبو يزن، هدول مو بس بناتك، هدول بناتي كمان ومرتك أختي الصغيرة. يلا روح غيروا تيابكم بسرعة مشان نتغدى. يلا 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 حبيبتي. أوام أوام أوام. شرفي، حضرينا الغدا يوسف. على راسي. يا الله شو حلوة أودة النوم. هلأ البابا ليش ما بشتري لنا واحدة مثلها؟ لسه بدك ترجع له المصاري؟ ما تقدر يا ميزان، بعد الكرم تبعه ما تقدر. بتعرفي ما بصدق؟ ايه سبحان مغير الاحوال. شفتها كيف انقلب كيانها وقت سألت عنك. انا مو بشاشي بس يعني البنت صغيرة وسهل انك تضحك على عقلها، فاذا حاسس انها مهتمة فيك او متعلقة فيك تحاول انك تبعدها عنك. انت شو فكرتيني مسامر؟ اذا ظنك فيي هيك معناتها ما ممكن تفهمي حقيقتي بنوب. خليني كمل، أنا لا بعيني نوال ولا ألف وحدة مثل نوال، أصلاً هذا السن ما بينطاق لأنه مولدة ومخرج عشرة. بعدين تعي لقلك، واجيني فيها، إذا حاكي معها كلمة هيك ولا هيك معناتها بكون أنا بلا أصل. لا، مو صراحة هاي، أنت هيك عم تشككي بأخلاقي، وأنا هذا الشيء ما بسمح فيه بنوب. لا إليك ولا لغيرك، ومن فضلك إذا بدك أي شيء من المحل من عندي، ابعتي يا ابنك يا بنتك، وبدك ما تواخذيني أنا هلا بدي أسكر السماعة. هلا بيبدأ أكلهم. فوت فوت فوت. أخي معلش، أختي الصغيرة ما تنترك لحالها. وشلون لحالها إذا أمها معها؟
أخي هي بتطمن أكثر لما بكون أنا بالبيت. حقك تخاف عليها، البنت حلوة حلوة. سلام شباب، مر المساء إن شاء الله. الله ما وصل راف. اصلا نحن ليش كنا عنده؟ مو لنشوف البيت؟ ايه وشو فيها يعني؟ رفيقنا وعنده بيت ملك لحاله. يعني اذا صار معنا شيء، زلنا شيء مرة، بنلاقي بيتي قوينا وصدر حنون يلمنا. لك اخ، اخ عليك شو حنون. باسمة؟ مرحبا يا جماعة. أهلين. كيفك عمو بيزن؟ أهلين عمو تسلمي. كيفك عمو؟ أهلين حبيبي، راح عليك الغداء. يا عم يوسف. ما بدي شي عمو، متغدي أو جاي. طيب تعال حبيبي تعال. أعطيني بوسة. كيف المغضوب؟ مين أخي سالي؟ لا ابنه بسام، ذاتا هو وأبوه نفس الشيء. لا عمو والله بابا بيحبك. شو القصة بليزار؟ عارفي يا يوسف شو هو الشيء المشترك بيني وبيني؟ ما في شيء منه. لا في، انت وحيدة وانا وحيد، بينما انا ما بعرف عنك شيء ابدا، لا منين جيتي، من زوجة، مطلقة، ارملة، حتى ابنك يوسف ما حكيتي لي عنه ابدا. لك انت يا منتي، انت خربت بيوت، اذا ابنك مو طايقك انا بدي اتحمله؟ الله يسامحك الله يسامحك. يا حرام شو مسكينة، لك روحي من خليتي روحي عند شي جارة من جاراتك تسلي عندها أحسن مالك قاعدة بوشي طول النهار. شو أنا قاعدة على قلبك؟ أنا قاعدة ببيتي. هذا ببيتي؟ ليش هذا بيت هاد؟ لك هذا خرابة، طلعي خرابة هاد. الحمد لله ماني مستورة فيه. مستورة؟ لك إن شاء الله بتستري بنار الجهنم. شوفي لقلك طلعي فيني هون، هذا البيت كان لشوزك ولما مات ابنا اللي بيورته مو أنتي؟ بيورته لما بموت أنا كمان. وحياة عينك مالك مطولة وغير طقيق ما بتموتي. المهم موت ببيتي. لك لسه بتقولي بيتي؟ منيح لي بيت أجار، لو كان ملك شو كنتي عملتي؟ تعال لك ليش ما بتاخدي لك شي حيط منه بركي بيوقع فوق راسك ونخلص منك بقى. عملي وكتري، أنا ماني طالعة من هون إلا ليجي يوسف. بالله عم تهدديني بابني؟ يعني عم تهدديني بجوزي ما؟ إيه أساسا هو بيكرهك أكتر ما أنا أكرهك. انت اللي سودتي قلبه علي. لا وحياتك، اساسا هو قلبه اسود مثل الفحمه عليكي من قبل ما اخده. مو صحيح، مو صحيح هالكلام. لا حبيبتي صحيح. يلا نلعي من خلقتي، لعيتي لي قلبي بقى العمى على الحاله. بابا النوم. شو هاد اللي صار لي يا ابو بيزن؟ هالشي كان لازم يصير من زمان، مين ممكن يحبوا بعضهم اكثر من الاخوه؟ ايه بس هيك وفجأة ينقلب اكثر من 180 درجة؟ بتعرف ابو بيزن؟ يمكن الواحد لما نبلش بيكبر بيخاف من الموت
وبصير بيحسبها أكثر، وخاصة إذا كان الزلمة مريض. والله يا أميزان أنا قلبي كان حاسسني إنه رح يجي يوم يعترف فيه بغلطه، بس اللي مضوجني بسام شلون هيك بيتهجم عليه وكيف بيحكي معه هيك حكي. بجوز عم يبالغ، ما شفت كيف أم يوسف دافعت عن بسام؟ ليكي ماما. حلو ماما، فوتي اشلحي. بشو عم تفكر؟ عم فكر روح لعند أخي سالم وافهم منه شو قصة ابنه، مشان تتعلق أنت وياه من غير شي. هما بطيقك اللي عمله ابنه ما بينسكت عليه، وبسام بيضل ابن أخي يعني عند اللزوم وكسر له رأسه. الله يوفقك يا أبو يزن، ما بدنا مشاكل. الشي اللي سواه أخي رأفت كان لازم يساويه من زمان، إنه يصالح أبو يزن ويكبنا. رأفت ما كبنا، نحن يلي طمعنا فيه فجأة صرنا نحبه وعم نسأل عنه. أنت اللي عم تحكي الحكي؟ من أمتى؟ مو على أساس ما بتطيق الأرض اللي بيمشي عليها أبو يزن؟ أخي أبو يزن درويشي، هو ما غلط معي، أنا يلي غلطت معه. بعدين لا تنسي أنه نحن أخوة وكلنا عايشين بهالدنيا زوار يا وفاء. هلأ نحن فيك وبأبو يزن ولا برأفت اللي قلب فرد قلبي؟ أخي رأفت حب يلم شمل العيلة. ليش نحن مو من العيلة؟ بلا، يومين ثلاثة بيروق الجو كله. بصراحة ماما هو مو أخذ على خاطره إلا من أخي بسام، ولو كان بيكرهنا ما استقبلني عنده الاستقبال. دخلك وشو أخذتي من هالاستقبال؟ وفاء. هلأ مو هو اللي عزمهم بنفسه؟ بقص إيدي إذا ما قبضوا هديك الحسبة. ما في داعي لهذا الحكي. إيه؟ شو؟ أخي خلينا ننزل نحكي من الشارع، بركي نحن نزلنا من هون والبنات اجوا من هون، مو قلت انه هذا هو وقتهم؟ اذا اجوا بيستنوا قدام الباب. لك ليش ننزل نحكي من الشارع اذا ما كان عنده كاشف؟ بلكي يا اخي. يا عمي ما عنده كاشف، انا اللي بعرف. ليش حتى ورط حالي ورطك يا بسام؟ خلاص انا بدي اقول لك الرقم وانت بتحكي. لك يا ربيع، يا يوسف، لك حدا يرد على التليفون؟ لك حدا يرد على التليفون؟ يلا خلص خليكي، رح ارد انا. شوات الو ختيار الجن موجود؟ شو هاد؟ ختيار الجن موجود؟ مين عم يحكي؟ انت ختيار الجن؟ جني اللي ينتعك. غريب، لساتك عايش؟ اللي بسنك ماتوا من زمان. ولك انت يا الادب وما بتستحي وبالك بربك. موت والقلب داعي لك. شوفي ابو نزار، شوفي واحد بدا يتسلى يقطع عمره على تسايل قليل الادب. لك ليكون ما عم يتسلى، لك ليكون قاصدني إلي فعلا. تفضل بابا. بابا بتعرفي عنوان رفيقه نوار؟ لا ما بعرف. شو رح تعمل؟ شو بدي اعمل يعني؟ ما بدك ابنك المصون يرجع على البيت؟ طبعا بدي اياه يرجع. ايه بابا بس هلا الوقت متأخر، لاني غلطت وقت اللي تركته يطلع برات البيت. استنى الله العليم عندي عنوانه. مو معطيني اياه لشوف. بدي ادور لك عليه. بابا ليش لحتى تروح لعنده؟ احكي معه على التليفون. ليش معك رقمه؟ ايه هو مكتوب بالدفتر. يومي ناوليني اياه، خليني احكي معه. اذا اجى بالحسنى اهلا وسهلا، وما اجى راح اشحطه من شعره شحط.
السيد نوار اللي عم يحكي؟ أنا سالم أبو لبسام. بسام ونوار؟ لك أنت من إيه بجيب هالأسماء؟ لا ما عندنا حدا بهالاسم. باي. أنت متأكدة إنه هذا رقمه؟ ما في بالدليل غيره بابا. هذا كباري مو بيت. بابا لا تكون عم تدق رقم غلط. لك شو شايفتي ما بعرف بقى يعني؟ شرفي راح أرجع دقه مرة تانية. تفضلي. بطلوا يردوا. شو صار معك يا وفاء؟ هاي العنوان. شو صار؟ ايوه عمده ايوه. شو زي دي؟ لقيتها شباب.
Thank you.